السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في كل مكان في فيديو جديد. نلتقي في عدد اليوم لنتكلم عن أخبار كثير من لاعبين المحترفين وأيضا أخبار المنتخب الوطني، بما أننا على أبواب التربص الجديد. الكثير من أخبار اليوم ستكون عن المنتخب الوطني، هناك بعض الأخبار السريعة عن محترفينا وميركاتو البعض ستكون في نهاية الفيديو. سنتكلم اليوم عن الطلب الذي قدمه بالماضي للرئيس الجديد شرف الدين عمارة بعد زيارة الأخير سهرة أمس لمركز سيدي موسى. سنتكلم عن جديد رياض محرز قبل نهائي دوري الأبطال غدا، وأيضا عن رايس بولحي إضافة إلى حكيم زدادكا. سنتكلم في عدد اليوم أيضا عن رد فعل الصحافة البلجيكية بعد استدعاء توبة للمنتخب الوطني والتي لم تستصغ الأمر لغاية الآن. أخبار كثيرة أخرى في هذا العدد، المهم تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله يكون الفيديو عند حسن ظنكم. لجديد المنتخب والمجموعة مباشرة، اللاعب أحمد توبة نشر هذه الصورة عشية اليوم على حسابه في انستغرام لمقام الشهيد في الجزائر العاصمة، يبدو أنه متواجد فعلا بالجزائر. أدم الناس نشر أيضا صورة له من مطار شارل ديغول في فرنسا من الطائرة، بكل تأكيد الوجهة هي الجزائر ودخول تربص الخضر الذي يكون قد دخله في هذه الأثناء. حارس نيس الشاب تيدي بولهندي كان قد سبق توبة والناس ودخل تربص الخضر فعلا سهرة أمس. بولهندي ليس في القائمة الموسعة على ما يبدو، بل في القائمة النهائية أيضا. كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيس الفاف شرف الدين عمارة قام بزيارة مجاملة للاعبي المنتخب الوطني المتواجدين حاليا في سيدي موسى رفقة الناخب الوطني جمال بالماضي. الصورة التي أظهرها الموقع الرسمي للفاف تشير بوضوح للعلاقة الودية التي تربط بالماضي بالرئيس الجديد، وهو عامل جديد ينفي كل الأخبار التي صدرت من محيط الرئيس السابق والتي شككت حتى في قدوم بالماضي للتربص الحالي وتلويحه بالاستقالة. عمارة اجتمع باللاعبين والمدرب بالماضي بعد تناول وجبة العشاء سهرة أمس، حيث شجعهم وأكد لهم أن كل الإمكانيات ستكون مهيئة لهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وأهمها التأهل للمونديال. عمارة استمع أيضا لمطالب الناخب الوطني جمال بالماضي والذي أكد له حاجة المنتخب لتعيين مدير عام أو مناجر عام أو لنقل مسير خاص بالمنتخب يكون مخضرم ويملك خبرة واسعة، ويبدو أن بالماضي يريد التركيز فقط على العمل الفني مع الاتحادية الجديدة ويبتعد عن الأعمال التي لا تعنيه، خاصة الأمور التنظيمية واللوجستية. أدلى المكلف بالإعلام لدى الفاف صالح باي عبود بتصريحات اليوم الجمعة للإذاعة الجزائرية تكلم فيها عن المنتخب وسبب تأخر قائمة المنتخب الوطني رغم أن الدورية انتهت والتخوف من إصابة لاعب أو غياب آخر غير مبرر. صالح باي عبود قال أن هذه عادة بالماضي يسأل فيها الناخب الوطني وحده، مضيفا إلى أن القائمة ربما سيعلن عنها سهرة غد السبت. أما عن كونها موسعة تضم الكثير من اللاعبين يفوق عددهم 30 كما أشرت يوم أمس، قال المكلف بالإعلام لدى الفاف أنه لا يعرف، لأن بالماضي لا يشارك خياراته الفنية مع العاملين معه، هو يقوم بعمله بنفسه وحسب. وتشير كل المعطيات أن القائمة ستكون موسعة نظرا للعدد الكبير من اللاعبين الذين تلقوا دعواتهم. ويكفي أن نشير إلى أن التربص سيبدأ بأربع حراس، ويمكن أن يرتفع العدد لست حراس. الآن لجديد المحترفين، ونبدأ جديد المحترفين في جزء الفيديو الثاني كما بدأنا الجزء الأول بتوبة. الصحافة البلجيكية ما زالت تتكلم بحرقة عن اختيار توبة للجزائر. صحيفة آخر ساعة وصحيفة فوتبال كرانت تحدثتا عن الأمر اليوم. الصحافة البلجيكية قالت أن توبة لم يعر انتباها للتصريحات التي أطلقها المدرب روبرتو مارتينيز ورغبته في الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وأكد أن اختياره هو الجزائر رغم أن بالماضي همشه في التربص مارس الماضي. الصحافة البلجيكية تحصرت مرة أخرى على ضياع صفقة توبة وقالت أنه لاعب بلجيكي ترعرع في صفوف المنتخبات السنية لبلجيكا ولديه قدرات هائلة وكان من الأولى الاستفادة منه. إلى ذلك كشفت صحيفة آخر ساعة أن توبة سينتقل لفريق أقوى الموسم المقبل، وكشفت عن اهتمام كبار فرنسا من البطل ليل إضافة إلى مارسيليا وأيضا ليون وأيضا موناكو
الذي تحدثنا عنه في عدد سابق. أتمنى أن تقلب الصحافة البلجيكية الصفحة وتدع توبة وشأنه ولا تعود لربطه ببلجيكا في الصيف، خاصة أن عبارات الاستسلام بدت واضحة. بدأ نادي مارسيليا الفرنسي مفاوضته مع المدافع الجزائري ومدافع نادي كليرمون فوت حكيم زداتكا من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل. كثير من المواقع المحسوبة على مارسيليا قالت أن المدير بابلو لونغوريا بدأ مفاوضاته مع وكيل أحسن ظهير أيمن في الليغ 2 الموسم الحالي ويرغب في إلهاء الأمور بسرعة. الصحافة الفرنسية أشارت إلى أن زداتكا حر وهو ما سيسهل عملية قدومه، لكن الأمر غير صحيح، فمع صعود كليرمون للليغ 1 تجدد عقد اللاعب الجزائري عام إضافي بشكل آلي، ما يعني أنه مرتبط. الصحافة الفرنسية قالت أن زداتكا سيكون بديلا للياباني هيريكو ساكاي الذي غادر الفريق، وسيلعب مبدئيا دور البديل للإسباني بول لورولا، ولما لا ينتزع منه المكان الأساسي إن شاء الله في حال الانتقال طبعا. يلتقي غدا السبت لاعب الخضر وناديه المان سيتي بالخصم تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية. كل المؤشرات تقول أن رياض سيبدأ أساسيا بالنظر للمستوى الكبير الذي ظهر به في الأشهر الأخيرة، خاصة في لقاءات دوري الأبطال، وعلى مدرب السيتي أن لا يتفلسف ويختار الأحسن وحسب. وقبل اللقاء أدلى الظهير الأيسر لنادي تشيلسي بان شيلوال بتصريحات لصحيفة الديلي إكسبريس أشاد فيها كثيرا بزميله السابق وخصم الغد رياض محرز. شيلوال أشاد كثيرا بزميله السابق وقال أنه ليس هو من يتكلم عن قدراته، فرياض بحسبه أطاح بأقوى المدافعين في مركز الظهير الأيسر، واصفا إياه بالساحر ومؤكدا أن علاقتهما قوية جدا منذ أيام ليستر. صحيفة التليجرام الفرنسية وفي نسختها الورقية في عدد اليوم الجمعة أعدت تقريرا عن الثلاثي رياض محرز ماندي وأيضا كانتي الذين انطلقوا من تحت الصفر في فرنسا ليصلوا لعرش الكرة الأوروبية سهرة غد في نهائي الأبطال. على العموم بالتوفيق لرياض، وإن شاء الله يسعد الجزائريين بالتتويج بلقب طال انتظاره. اختير النجم الجزائري وحارس نادي الاتفاق رايس وهاب بولحي ضمن التشكيلة المثالية عفوا للدوري السعودي عن الجولة 29 والتي لعبت منتصف الأسبوع. مبولحي وكما هو ملاحظ نال التقييم 8.2 وهو تقييم جد مميز، ويأتي عطفا على مستواه المميز في لقاء الرائد الأخير حين قاد فريقه لفوز كبير بثلاثية وتصدى لركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق في أخبار اليوم. سلام.